أهلا وسهلا بحضرتك، وأهلا وسهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات. دايما لما نبقى قلقانين هنجيب أقرب حاجة على أولادنا، يقولولنا استودعوهم عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى اللي يستودع عنده حاجة عمرها ما تضيع. يعني إيه نستودع كل شيء في حياتنا عند اللي خلقنا؟ بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يعني إيه كلمة وديعة عشان ولادنا الصغيرين؟ وديعة دي يعني في حاجة غالية عندي أنا، وأنا هسافر فخايف أسيبها في البيت فتضيع، أو أسيبها في مكان مش أمان فتضيع، فبروح لحد من كبار البلد وبيته آمن وعليه حراسة وهو أمين جدا 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 وسيبها له أمان جدا جدا، وأقول الله يبارك في عمرك، وأقول له اتفضل بعد إذنك خلي دي عندك وديعة، يعني أمانة شيلها عندك، حافظ لي عليها، أنا مش قادر أحافظ عليها فبأسيبها له يحافظ عليها، حطها عنده في الخزنة، حطها عنده في مكان أمين، لما اجي استردها يقول لي اتفضل وديعتك اديته، اقول له اديت كده، ادي معنى كلمه الوديعه. طيب جت منين فكره ان انا استودع الله ما عندي من الاشياء المهمه كاولاد كمال كصحه كدين كعلم؟ جت من فكره ما رواه ابو داود واصحاب السنن ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ودعه مسافر، واحد مسافر فبيقول له إيه، أشوفك على خير يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي ماسك إيده كده ويجي قايل له إيه بقى، وداع عظيم جدا، يقول له أستودع الله، بيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للمسافر أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، زودك الله التقوى. نقطة حلوة قوي، فهمها لنا بقى. نقول لي معليك مع حضرتك ابنك مسافر، تمام، عنده محاضرة، عنده كذا، عنده كذا، فانت بتيجي ماسكة ايد ابنك وتقولي له كده ايه، استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك، زودك الله التقوى. اكتبوها او سجلوها. الله يبارك في عمرك، ده الكلام الجميل. تاني بقى نقولها تاني، لو انت بتودعي مسافر، هو مسافر، بنتك مسافرة، ابنك مسافر، حد من احبابك مسافرين، لازم سفر ولا خروج من؟ ما انا هقول لي معاليك بقى هنشرح. طب ما هو الدنيا كلها سفر، احنا اصلا مسافرين كلنا على سفر، ولن نضع الرحال الا في الجنه، لان احنا اصلا سيبنا مستقر. ولذلك حضرتك انت في الكعبه ما بتصليش قصر ليه؟ مش علشان 100,000، اهم من 100,000 ان اول بيت وضع للناس، انت في اي حته مسافره الا صح. هنا انك في بيتك الان نحط الرحال، وده احد اسرار ان انا اول ما اوصل الجنه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. ايه صوت دي؟ عارف حضرتك وانا راكب الفرس معايا صوت كده امش به على الفرس عشان يسرع. طب اذا وصلت بيتي ومستقري، اول حاجه بتخلص منها الصوت، اجرميه عشان استعد للنزول. فلما برمي الصوت هذا دليل على الايه، الان نستقر، تمام. فموضع الصوت ده اللي هو العصا الصغيره اللي بشاور بيها على الفرس في الجنه، يعني قد الصباع قد الايد، خير من الدنيا وما فيها. وده احد اسرار الهاكم التكاثر حتى ايه، زرتم المقابر. قولي كده تاني، زرتم المقابر. زرتم يعني المقابر زياره، يعني مش مستقر، يبقى مش مرحله برضو. ايوه كده، ده انا هدوب هو اللي بيزور حد هيستقر عنده ولا مده مؤقته ويترك؟ فالمقابر كده مده مؤقته وتترك، لانك رايح لمستقرك. فاحنا كلنا على سفر. نقول تاني، وانت بتودع اي حد رايح يحج، رايح يعمل عمره، رايح لمحاضره، رايح لكذا، رايح لعلاج، ايا كان، تقول له كده استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك، زودك الله التقوى. ليه؟ ناخد التليفون. ناخد التليفون ونقول ليه. مدام أمينة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. دكتورة لمياء، أهلا بيكي. عاملة إيه؟ الحمد لله بخير، كل سنة وانت طيب. وحضرتك بألف خير. على فكرة أنا أول مرة أرن. نورتينا، الله يخليكي. أنا أول مرة أرن على فكرة،
وبحبك جدا جدا جدا. ربنا يخليك يا رب. وبحب الشيخ رمضان صراحة، أنا بعتبره والدي، مش صراحة يعني بعتبره أنه هو والدي بجد بجد يعني. ما تعرفش أنا بحبك قد إيه. يشرفني، أنت على راسي من فوق. الله يخليك. أنا والدي متوفي يعني، فأنا صراحة بعتبرك وحياة ربنا أنك أنت أبويا، مش وبحبك جدا جدا. روح الله يكبر خاطري. والله لما اجي اقول لجوزي بقول لي ده انت لو عايزه تروحي له اوديك من كتر حب فيه. الله يكبر خاطرك. الله يخليك يا رب. كل سنه وانت طيب. كل عام وانت بخير وسعاده. الله يخليك. اتفضلي. عندي سؤال. لما باجي مثلا ساعه الصلاه، كنت انا سامعه يعني من الشيخ محمد ابو بكر يعني، ان لما تيجي تصلي بيبقى في مثلا انت، انا اتوضيت وخلاص راح اصلي، قبل الصلاه بحاجات بسيطه كده مثلا طلع ريق فبروح اتوضى تاني. فهو بيقول اللي هو عنده التكرار ده متكرر في ايه يكمل صلاته عادي. ده اسمه سلس. سلس بول او سلس ريح. هل ده موجود؟ انت عندك ده؟ هو بيبقى، لا مش كده. بصي انا وراح خلاص اصلي ببقى متوضية وراح اصلي. ايوه ده متكرر عندك؟ لا بس ساعة الصلاة بس. تمام. بيجي ساعة الصلاة بس. وعندي سؤال تاني. يعني ده في كل صلاة انت بتيجي تصليها؟ لا في وفي. طيب تفضلي. مين والدي؟ الايه؟ لابويا الله يرحمه. ندعي له. حاضر. لا ان انا مثلا لو جيت ادعي له باي ادعيه عاديه، وساعات بادعي له مثلا اني بفضل اصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام واقول ان انا وهبته كذا. هل ينفع ولا في حاجات معينه ان انا ادعي له بيها ولا اي حاجه عادي؟ حاضر. تبين يا امين. طيب نجاوبها على اول سؤال. اول سؤال، بصي حضرتك، وفي حاجه اسمها ربنا يا رب كده يشفي كل مريض. امين يا رب. امين يا رب. في حاجه اسمها سلس البول او سلس الريح. مش بنتكلم على المتصلة الكريمه، اي بني ادم بنتكلم بشكل عام عن اللي عنده الحاله دي. بالظبط يا فندم. فحد مثلا عنده سلس بول بيتوضى وما يبقاش محتاج الحمام، وبعدين والعياذ بالله ينزل بعض نقاط الماء البول، لا ما غصب عنه ما بيقدرش يتحرز منها، ده اسمه سلس البول. لما جه واحد اشتكى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له توضأ لكل صلاة وما نزل بعد ذلك معفو عنه. ده اسمه سلس البول. زي بالضبط اللي عندها بعيد عنه عنك استحاضة فيه نزيف مستمر، تتعامل زي سلس البول، تتوضأ عند كل صلاة ثم تتحفف، وكذلك اللي عنده سلس بول يتحفف يضع شيئا طاهرا ثم يصلي، ما نزل أثناء الصلاة معفو عنه. كذلك اللي عنده سلس ريح يتوضأ قبل الصلاة مباشرة ثم يدخل في صلاته، ما حدث أثناء الصلاة معفو عنه، لأنه هذا غاية استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تمام. ده في الحالات اللي هي عندها المرض. لكن أي حالة تانية لابد من إعادة الوضوء، لابد أن يتوضأ. تمام. دعاء لوالدها، هل في أدعية معينة؟ هل في حاجات معينة نوهبها لهم؟ قراءة القرآن الكريم مثلا، هي بتقول الصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، هل أي تسبيح وذكر لله بعد ما نخلصه نقول إن احنا بنوهب أجره وثوابه لفلان أو لفلانة؟ بص حضرتك، احنا عندنا السؤال ينقسم إلى قسمين. الشق الأول شق الدعاء. القرآن الكريم أورد لي دعوة حلوة قوي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، أقولها على أبي وأمي أحياء وأمواتا، لأن احنا كلنا طالبين للرحمة، فأطلب لوالدي ولوالدتي الرحمة على قيد الحياة وبعد الممات. طب ممكن أدعية تانية؟ ممكن. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزولهم، اللهم وسع مدخلهم، بعد بينهم وبين خطاياهم كما بعدت بين المشرق والمغرب، آنس وحشتهم، ارحم غربتهم، لقنهم حجتهم، ادخلهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ما استطعت. أنا لو مش قادر أحفظ الأدعية دي، يكفي أن أنا أطلب من ربنا المغفرة والرحمة والجنة. يا رب اغفر وارحم وادخلهم الجنة. يا رب اغفر لأبي وأمي وارحمهما وادخلهما الجنة. خلصنا على كده، أبسط الأمور بس كده، مغفرة رحمة جنة، خلاص. وانت محتاج ايه تاني؟ طيب النقطة التانية بالنسبة للأعمال، الأعمال فيه متفق عليه وفيه مختلف فيه. متفق عليه الدعاء والصدقات والاستغفار، إكرام صديقهما، صلة رحمهما، تنفيذ عهدهما، عمرة أو حج،
اختلف العلماء فيما عدا ذلك. القرآن والأصح أنه يصل بقرأ القرآن ثم أدعو الله عز وجل. أنا بنقرأ الفاتحة فمش إحنا بنقرأ ما هي القرآن زيها زي الفاتحة زي القرآن. ما هو يبقى الاختلاف هنا في إيه؟ الاختلاف أنه بعض العلماء قالوا يا جماعة القرآن لم ينزل ليقرأ على الأموات. القرآن نزل لينذر من كان حيا، ليكون نبراس لنا، قانون لنا، قيم أخلاقية بنمشي عليها، دستور عبادات، مش يقرأ على الأموات. لأنه برضو الأمة قصرت في حق القرآن. أيوة. القرآن لم ينزل ليقرأ على الأموات، القرآن لم ينزل ليتخذ للديكور في السيارات، القرآن لم ينزل ليعلق على صدور الفتيات، إنما نزل ليكون كل واحد فينا القرآن يمشي على الأرض. ده رأي علماء وده رأي معتبر جدا. طب وحضرتك مع أنهي رأي؟ أنا مع الرأي الوسط، لأن الرأي التاني يقول لا اقرأ وكل حاجة لا، أنا مع الرأي الوسط. الوسط هو إيه؟ بنقرأ القرآن الكريم لأن القرآن له تنزلات. يعني إيه تنزلات؟ هو أصلا دستور، هو أصلا قانون صحيح، لكن هو بركة. فأنا أقرأ للبركة. كتاب أنزلناه إليك مبارك. ما كانش سيدنا النبي قال لي اقرأوا على المريض اللي مش حاسس أصلا، تمام؟ فأنا بعمل إيه؟ أنا أرى لهذا الرأي أن نقرأ القرآن عادي جدا، بعد ما خلصنا قراءة القرآن ندعو الله أن يتقبل منا وأن يأجر معنا أبي وأمي وأخي وأختي. يبقى أنا إيه كده خدت الوسط في الحكاية الله، وخرجت من دايرة الخلاف. صحيح. طيب ناخد مدام هدى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مدام لمياء زي حضرتك؟ أهلا وسهلا بحضرتك. مش قادرة أقولك أنا بحبك قد إيه، وبنتسائل بوشك الجميل ونزعل عليكي وعايشين ظروفك والله، وانت معانا وانت مسافره او تعبانه. ربنا يبارك. قادره اقول لك يعني مسائل بيكي قد ايه وبكل ضيوفك. ربنا يخليك يا رب، نورتينا. ربنا يديك الصحه يا رب ويقعد لك اللي انت بتعمليه في اولادك يا رب. امين يا رب. امين يا رب. كتر خيرك. ربنا يصلح حالك. ازيك يا شيخ رمضان؟ الله يسلم حضرتك. بحبك جدا جدا جدا، وعلمتنا كتير جدا جدا. وزي ما قالك المتصله اللي فاتت، يعني احنا بنعتبرك ابونا، يعني ده شرف لينا. ده يعني شرف عظيم والله على راسي. انا متشرف بذلك. ربنا يكبر خاطركم جميعا. الله يبارك فيك يا حضرتك ويزيدك من علمه يا رب. امين يا رب. انا كان ليا كده سؤال، معلش كده استحملوني. اتفضلي. انا دلوقتي كنت بصلي يا شيخ رمضان امبارح صلاه التسبيح، تمام، وانا بصليها اتلخبطت. انا اتعلمت من حضرتك ازاي اصليها، فانا عشان انا بصلي عادي فبتسرع واروح مصليه، يعني اقول الفاتحه مثلا واروح راقعه بعد ما اقول السوره القصيره، ما بصبرش بتلخبط ان انا ايه اسبح. ممكن ابقى مركزه قوي 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 واجي مثلا بين السجدتين اروح سجده على طول السجده الثانيه من غير ما اقول الاصفات اللي هي العشر تسبيحات. فهل هنا اضمها على يعني في الركن اللي بعديه ولا ايه؟ اعمل ايه التصرف؟ تمام. حاضر. السؤال وهل ينفع اصليها جماعه دايما قيام الليل او حاجه اصليها انا وبنتي جماعه يعني غير رمضان؟ تمام. هل ينفع دايما قيام الليل يبقى او السنن دي جماعه ولا لا؟ حاضر. والتاني سؤال ليا بعد اذنك يا استاذه لمياء. اتفضلي. كانت بنتي بتغتسل من العذر الشهري بتاعها، بس كانت حاطه مونيكير، هي نسيت تزيله قبل الاغتسال، ولما طلعت انا اكتشفت ده بعد كده، لقيتها بتشيله يعني بعدها، قلت لها ليه كده ما ينفعش ده حائل وكده، فهل كده تصح ان هي بعد ما طلعت وكده وهتتوضى بعد كده لاي صلاه، ولا كانت لازم تعيد الاغتسال تاني؟ حاضر. تمام. عندك اي سؤال تاني؟ في سؤال بقى مهم يا شيخ رمضان. انا دلوقتي نفسي اطلع عمره، ولو ربنا اداني المقدره يعني، انا بس خايفه من حاجه سواء حجه او عمره، كل اللي راح زياره هناك في جراد، انا بخاف جدا من الحشرات الصراصير اعزكم الله، والحاجات دي بخاف جدا بترعب رعب رهيب، فانا خايفه من ان انا اروح والاقي الجراد هناك، مش عارفه اتصرف ازاي، هصرخ مش عارفه، خايفه ان انا ادي الركن ده من العباده بسبب ان في هناك الشيء ده، مش عارفه ده صح ولا انا كده ابقى معذوره ما اقضيش الشيء لو ربنا قدرني يعني ولا لا. حاضر. وفي حاجه كمان، الزكاه بتاعتي المفروض انا ماجلاها، هي المفروض تطلع الشهر ده، انا ماجلها في رمضان عشان عارفه ظروف اللي حواليا ده تمام صح ولا لا، يعني مصلحتهم افضل في الشهر الجاي مثلا. حاضر. حاضر. تمام. حاضر. تابعينا يا مدام هدى، نورتينا. طيب ما شاء الله حلقات. صلاه التسبيح. نعم. اللي يتلخبط فيها يعمل ايه؟ هي محتاجه تركيز شديد جدا، وانا عارفه انه هي بالعدد مظبوط،
اي لخبطه تحصل بيبقى الوضع ايه بقى؟ طبعا هو عشان الناس تبقى فاهمه، صلاه التسابيح اكثر اهل العلم على انها صحيحه. بعض اهل العلم ده قليل جدا 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 قالوا انها ضعيفه. فبعض الناس يتمسك قوي بواحد قال انها ضعيفه ويطلع يشوشر على الناس، وده خطا كبير. اكثر اهل العلم على انها صحيحه، وهي سبب في غفران الذنوب. وبتتصلى 4 ركعات، ركعتين وسلم او الاربعه على بعض، كل ركعه فيها 75 تسبيحه، كل تسبيحه واحده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، فبقول الله اكبر واجي مسبح 10، ممكن اسبح على صوابعي. طيب وبعدين اقرا الفاتحه وما تيسر من القران وسبح 15 في كل هيئه من الهيئات 10 ما عدا بعد الفاتحه والسوره عشان نخلص. بعدين اركع 10، أرفع من الركوع 10، السجود الأول 10، الجلوس بين السجدتين 10، السجود الثاني 10. طب لو أنا اتلخبطت، لو أنا اتلخبطت في عدد من الأعداد قدامي حل من 2، تمام؟ إما أنني أتذكر وأنا في الصلاة أو لا أتذكر. إن لم أتذكر صلاتك صحيحة وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طب إن تذكرت في الصلاة، إما أن أضم هذا العدد للعدد اللي بعديها أو إن أنا أقعد قعدة صغيرة في نهاية كل ركعة أجيب الزيادة. أجيب اللي أنا إيه نسيته. لأن برضو دي هيئة من هيئاتها، تمام؟ لأنه أحد هيئاتها عشان بس ما لخبطش الناس، الله أكبر أقرأ على طول، والعشرة اللي هم ما بين التكبير والقراءة بيخلوهم جلسة صغيرة في نهاية كل ركعة. فهي إما حاجة من 2، يضم اللي نسيته في الهيئة الأولى إلى الثانية، يا إما تجلس جلسة صغيرة في نهاية كل صلاة في نهاية كل ركعة قبل القيام تقول العدد اللي فاتته. نعم. طيب قيام الليل ينفع أنه يبقى جماعة؟ كل السنن تنفع جماعة، زي ما بنصلي كده التراويح جماعة، زي ما بنصلي الشفع والوتر جماعة، يجوز ينفع. وكانت السيدة عائشة تصلي القيام الليل جماعة فيجوز، ولو هم مجموعة سيدات من تأمهن تقف وسطهن في الصف الأول ليس أمامهن. تمام. الغسل بالمانيكير لو ما اغتسلتش لازم تعيد خلاصة لم يتم اغتسال، فيش حاجة يا جماعة. المانيكير اللي بيتحط على الضوافر عازل، طالما عازل يبقى الوضوء مش هينفع، والست حاطة مانيكير، ولا الاغتسال من الجنابة ينفع والست حاطة مانيكير، ولا الاغتسال من الحيض ينفع والست حاطة مانيكير. لابد أن يزال أولا ثم تغتسل ثانيا، ويصل وتصل المية لكل مكان في جزء المغتسلة. تمام. ما ينفعش تغتسل من جنابة أو من حيض دون أن تغسل شعر رأسها. أصلها لسه عاملاه في السشوار، أنا ماله من السشوار، ما اغتسلتش أصلا، لابد انه الميه تعم بدن البني ادم كاملا من الالف الى تصل لكل مكان طبعا، وتعمل عمليه تخليل لجذور الشعر، اتاكد انه تعمم الجسد بالماء عندها اغتسلت. فيه مانيكير ما ينفعش، في جزء ما وصلتلوش الميه ما ينفعش، ما غسلتش شعرها ما ينفعش، فبنتها لازم تعيد الاغتسال وتعيد الصلوات اللي صلتها بهذه الصوره. تمام. نفسها تطلع العمره وخايفه من الجراد اللي موجود او حشرات ممكن تكون موجوده. الله يصلح حالي وحالك، ده مدخل من مداخل الشيطان. هذا الجراد الحمد لله غير موجود، وكان في فتره زمنيه قليله جدا جدا وزال بفضل الله. ما فيش الكلام ده اصلا، ما فيش. صحيح. ما فيش خالص. هقول لها كده، ما احنا بفضل الله عز وجل من ايام قلائل كنا هناك، جو عسل والدنيا حلوه، انظف حاجه في الدنيا هتلاقيها هناك. دي فسحه المؤمن. صحيح. يعني اتوكلي على الله، وان شاء الله اسال الله ان يكبر خاطرنا وخاطرك وخاطر جميع المشاهدين. طيب الزكاه هي مأجلاها، كانت المفروض تطلعها دلوقتي، هي مأجلاها لشهر رمضان عشان احتياجات الناس اللي هي بتطلع لهم. هو ده لا يجوز. اقدم ااجل لا. فهماني سعادتك؟ يعني انا عليا زكاه مالي، تمام، ممكن اقدمها مش اخرها. خليني جه ميعادها يبقى لازم. الله يستر. حبيت اطلعها قبل ميعادها اطلعها. تقسيط. يعني انا دلوقتي هفترض عليا زكاه مال 100,000 في السنه. تمام. ومقسمها 10,000 جنيه كل شهر، 9,000 جنيه كل شهر، يجوز. بس اكتب في ورقه كده اجنده موجوده في الدولاب خاصه بالزكوات. اجي كاتبه اول يوم 1، ولازم يبقى شهر هجري مش ميلادي، فهقول انا زكاتي 1 شعبان، 1 شعبان 1445،
علي زكاة مال مبلغ 100,000 جنيه بواقع 10,000 جنيه أو 8,000 جنيه كل شهر، تخرج 1, 2, 3, 4, 5, 6، إيه ربنا استرد أمانته وأنا مت، ولادي يكملوا ما نسيبهاش كده، فهماني سعادتك؟ طيب أنا عشان ما يبقاش عليه دين. أي طبعا. طب خليني ما عملتش ده وأجلت رمضان وأنا مت، أقابل ربنا إزاي؟ صح، ما ينفعش خالص خالص. صح. لكن ممكن أطلع مقدم. تمام، أنا خلصت زكاة مال 24 تمام، وعليا زكاة مال في 25، وفي حد دلوقتي محتاج، حد بيعمل عملية، وأنا أقدر أن أنا أطلع ده، أطلع 10,000 جنيه ده في وقت الاحتياج كمان طبعا والشدة. أطلع 10,000 جنيه من زكاة سنة 25، ولما تيجي زكاة 25 أبقى إيه أعمل مقصة منها. فضلت الشيخ، دايما لما الواحد يجيله أي ابتلاء تلاقي الناس على طول تقول لك اطعم، طلع وجبات، اطعم حد ممكن يكون محتاج، الحكمة ايه في اطعام الطعام؟ اسأل الله عز وجل ان يدفع عنا وعنك وعن جميع المشاهدين الابتلاءات يا رب العالمين. آمين يا رب. آمين. وان يجعلنا عبادة احسان. آمين يا رب. لا عبادة امتحان. آمين يا رب. اصله الصدقات من اعظم اسباب تفريج الكروبات. اطعام الطعام والصدقات وجبر خاطر الناس وجبر خاطر أسيادنا الفقراء من أعظم ما يفرج الكربات. لو كان ابتلاء غضب من ربنا أو حد عمل معصية أو خايف على نفسه أو خايف على أولاده، الصدقات، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة تطفئ الخطيئة وتدفع غضب الرب وتدفع ميتة السوء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ذبوا، يعني ادفعوا عن أولادكم، في رواية عن أعراضكم بأموالكم. فالصدقات من أعظم أسباب تفريج الكروبات، من أعظم أسباب قضاء الحاجات. اللي بيتصدق بصدقة مهما كانت قليلة يعطيه الله 4 أشياء: 1 ينزل الله البركة في ماله، 2 يحببه إلى خلقه، 3 يدفع عنه البلايا والعاهات، 4 يجعل صدقته سترا بينه وبين النار وظلا على رأسه يوم القيامة. طب البركة في المال بتكون بزيادة المال ولا استقرار المال ولا انه حتى لو كان قليل فيبقى مكفي؟ نروح للجذر اللغوي لكلمة البركة، جاية من باركة به ره كاف، استقر. بركة ايه؟ استقر. جبتها منين يا فندم؟ جبتها منك، هجيبها منين؟ اللغة العربية دي. الله ينور. هجيبها منين؟ جبتها منك. الله يقبل خطك. عارفة سعادتك لما تقول ايه؟ بركة البعير، يعني ايه؟ استقر. واقول بركة الماء لانها ايه؟ مستقرة ودايما محاطة من كل جانب. فالبركة جاية بركة يعني استقر. طب والبركة لما سيدنا النبي دعا لسيدنا انس بن مالك، اللهم بارك له في ماله وبارك له في عياله وبارك له في عمره، البركة هنا بمعنى الايه؟ النماء. فالعلماء قالوا البركة كلمتين، استقرار واستمرار. فتحمل المعنيين مع بعض الاثنين يا فندم. لما ربنا يبارك لي ويبارك ليك ويبارك لجميع المشاهدين بسبب صدقاتهم وأعمالهم الصالحة، النعمة تستقر، أولاده مستقرين حواليه، يفضلوا ربنا لامم شمله على أبيهم، محدش يبعد عنه. تمام. طب هيبارك في صحته تستقر عنده ما تزولش، هيبارك في ماله، ماله موجود، ربنا يحميه من المستريحين والنصابين والدجالين وانت فهماني حضرتك، ويحميه من الآفات كمان، يزيده وينميه. فأدي معنى كلمة البركة. ومن أعظم وسائل البركة الصدقات. الصدقات تجلب البركات على صحتك وعلى أولادك وعلى مالك. ليه؟ ده بالعدد كمان. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. فاكر حضرتك لما كنت بقولك ربنا حرم علينا حاجة وبيعاملنا بها؟ الربا. الله ينور عليك. ربنا حرم علينا الربا ويعاملنا به، يمحق الله الربا، ده اللي عندكم، ويربي الصدقات.
احنا ما ينفعش نتعامل فيما بيننا بالربا. خدت من حد جنيه رجعه له جنيه، لكن ربنا بيعاملنا بالربا، ندي له جنيه يرجعه لي 10، ادي له جنيه يرجعه لي 100، لا 700، والله يضاعف لمن يشاء. فانت كسبان كسبان. صحيح. واحنا بنتكلم عن اطعام الطعام وجمعية البر والتقوى وكرتونة الخير ومطبخ الخير واطعام الناس في شهر رمضان المبارك، من الحاجات المهمة جدا اللي الجمعية بتكون حريصة عليها الحقيقة. وكرتونة الخير هي هتكلفك ايه؟ هي بعض المواد الغذائية اللي ممكن يكون اي بيت واي اسرة بتحتاجها في كرتونة، تقضيهم بقى حسب ظروفهم وحسب عددهم داخل الاسرة. الجميل يا فندم انه دايما جمعية البر والتقوى هي بتعمل حاجة، وخاصة الكراتين الخير، وتلاحظي حضرتك الجودة. صحيح، هم بيختاروا أفضل ما يكون عشان وهو أسيادنا. صحيح، أسيادنا الفقراء، حاجة تليق إننا أقدمها لربنا ثم لأسيادنا الفقراء، فبيختار حاجة طيبة جدا جدا من كل المواد الغذائية، حاجة محترمة وفي كرتونة محترمة. حضرتك تليق. قلت جملة مهمة جدا، أنت بتقدمها لربنا. أعتقد أن أي بني آدم فينا بيطلع ولو جنيه حتى واحد ويستشعر المعنى أن أنت ما بتتعاملش مع بني أدمين، أنت بتتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى، فشوف أنت هتدي ربنا إيه. ده معنى مهم جدا جدا أنه يبقى عندنا وجوه. شوف يا حضرتك هقول لك آية وحديث. تفضل. أما الآية، سيدنا موسى لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، ناس عمالين يسقوا والناس مشغولة بنفسها، سقوا وبعدين جم حاطين الحجر على مدخل المية، ففي بنتين واقفين على جنب كده مش هيقدروا يشيلوا الحجر لأن الحجر عايز قوة كبيرة جدا وعدد من الرجال. فهم ما سألوش في البنتين ومشوا. طب البنتين عايزين يسقوا، جا رايح سيدنا موسى، انتوا عايزين تسقوا؟ اه. فجأة ايه، شايل لهم الحجر، سألهم رجع الحجر مكانه، ما قال لهمش أي خدمة تانية، ولا كل سنة وانتم طيبين، ولا كل عام وأنتم ولا بخير، أنتم منين، ولا أنتم وساكين فين، ولا نتعرف، لا ما فيش الكلام ده أصلا. فسقى لهم ثم تولى طلب بقى من ربنا، لأن أنا عملت ده ربنا. ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فأنت لما بتعمل الخير أنت ما تنتظر طبعا على الناس من أسيادنا الفقراء أنه يزكي أخلاقه ويكون أسلوبه حلو ويشكر ربه ويشكر من أزدى إليه المعروف بكلمة حلوة تساعد على نمو الخير. طب إن لم يحدث، أنا مش بعمل للناس، مش مستني منهم حاجة. أيوة. ولذلك من قواعد الراحة ومن قواعد الإخلاص لا تنتظر شكرا من أحد. صحيح، أنت بتعمل الخير من ربه، وانتظر الخير من رب الخير. صحيح، تمام. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فأنت لما تتعامل كده، شكروك أنت مبسوط، ما شكروك شيء برضو أنت مبسوط لأنك بتعمل لله رب العالمين. صحيح، ونعم بالله. من اللحظات اللي بتبقى سعيدة جدا عند أي حد ممكن يكون ما عندوش المية داخل بيته، وده أمر صعب جدا لما نقعد نفكر فيه، يمكن ما نعرفش نستوعبه، لأنه إحنا لو المية قطعت عندنا شوية صغيرين بنحس إن في دربكة في البيت كله ونبقى مش عارفين نعمل أي حاجة. لكن بالفعل في ناس عايشين بالشكل ده، لما يدخل لهم وصلة المياه، لما يدخل لهم بير مية، لما يبقى في محطة تحلية، هي بالنسبة لهم الدنيا واللي فيها. ربنا سبحانه وتعالى سمى الماء غيث لأنه يغيث الإنسان وينقذ الإنسان، وهو أساس الحياة. يعني هو أساس الحياة وأساس النظافة وأساس العبادة وأساس الزرع، أساس كل شيء. شوفي حضرتك لما بتنقطع المياه من بيوتنا ساعة ولا ساعتين بتبقى الناس كلها مش عارفة تعمل حاجة كبيرة. فما بالك بقى باللي عايش حياته كلها بيته مفهوش مية، بيروح يملى من مكان بعيد، والموضوع كله بيتعامل معها بقى بحساب شديد جدا. النقطة بتفرق معايا. فتخيلي حضرتك لما حد بيعمل وصلة مية بيتسبب في ازاي بقى سهل عليه العبادات، وسهل عليه التزين والتجمل والنظافة، وسهل عليه الشرب، وسهل عليه الأكل، وحفظ ماء وجهه، وحفظ عليهم تعبهم. هو بيحمل في أواني كتيرة جدا المية أو زوجتهم، وناس كمان كبار في السن. بالزبط. هم أساسا بيتحركوا وبيمشوا بالعافية، فتخيلوا بقوا هم شايلين كمان. فتوصيلة المية من أعظم
الزكوات الجارية، ومن أعظم الصدقات الجارية، عظيمة جدا وباقية وسبب كبير جدا، وفيها معظم أعمال الخير، لأن أنت بتفرج كربته وتيسر أمره وتحفظ ماء وجهه وتنفعه وخدمة ليه وتساعده على طاعة الله عز وجل، شيء عظيم جدا. ولذلك ربنا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. مجرد شربة المية أعظم صدقة على غني ولا فقير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، في كل كبد رطبة أجر. يعني تخيل حضرتك سقيت إنسان، سقيت مسلم، سقيت غير مسلم، سقيت حيوان، سقيت طائر، حتى ولو بعض الحشرات الصغيرة كالنمل لو شرب ونحن لا نعلم لكن الله يعلم. صحيح. كبد الرطبة شربت، لك أجر عظيم جدا عند ربنا أن يسقيك الله في الدنيا ويزيل عنك العطش ويسقيك يوم القيامة من حوض سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الكوثر في الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. مطبخ الخير ووجبات الإفطار الساخنة اللي بتقوم بيها جمعية البر والتقوى المصرية اللي هتصل لأسر كتير جدا يوميا في شهر رمضان المبارك. أنا بصراحة من الأخبار اللي أبسطتني قوي، لا وعاملين كمان حاجة راقية وحاجة محترمة جدا. أولا هي هتعم الجمهورية، الحاجة التانية إنها هتبقى وجبات متنوعة تليق إن أنا أقدمها لربنا وأقدمها لأسيادنا الفقراء. الحاجة اللي بعد كده إن هي هتقدم جاهزة ساخنة لحد إيد أسيادنا الفقراء. تمام. الجميل كمان إنه هيقدم إفطار وبإذن الله هيقدم في سحور كمان سحور. حاجة كده روعة، حاجة جميلة، خدها كده على الجاهز ما يبقاش عايل هم حاجة، فشيء عظيم جدا ومشروع أسأل الله وكرم من ربنا سبحانه وتعالى. يعني الله يا بخت اللي يساهم ويشارك في طعام زي ده بجد. شوفي اكتمال الوجبات وجمال لا الوجبات، عشان كده انا مبسوطه لان هم عاملينها بشكل يعني محترم يليق باي حد، ودايما احنا بنقول العين بتاكل الاول. وشوفي التكامل فيها كل حاجه، فيها فضل الله عز وجل كل شيء، خضار والسلطات واللحوم او الاسماك. انا عندي فكره عايز اقولها للناس. اتفضل. انا نفسي ما اصومش رمضان واحد بس. انا عايز اصوم 3 رمضان. انا هصوم مره وهشترك بوجبتين ليا فيتحسب لي اجر، يبقى انا صمت 3 رمضان. والدي اللي توفى والدتي انا هشترك بوجبه طول الشهر لامي ووجبه طول الشهر لابي، كانما صام رمضان بيننا. طائت نور البر ولغيري. البر ربنا يتقبل يا رب من الكل. نورتني يا فضيله الشيخ، بشكر حضرتك. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت وكان لي عمر اشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله. سلام عليكم. صلي على سيدنا النبي. ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين، تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو انا عايز ايه؟ ده جماع لخيري الدنيا والاخره. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الاخره. خلاص. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على